أعمال فنية ل150 فنانة من دول مختلفة تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، وتتجلى القوة الإبداعية الفنية للمرأة من خلال هذا المعرض الذي حمل عنوان الفنون النسائية، والذي يسلط الضوء على إنجازاتها وتأثيرها الفني عبر العصور. كانت أسعار أعمال الفنانات أقل من الفنانين على مدى القرنين الماضيين، كما كانت الفرص المتاحة للنساء في عرض أعمالهن في المعارض أقل عن الرجال أيضا. لقد أتيت من معرض فني وكنا نستقبل أعدادا كبيرة من الفنانات اللواتي يسعين لأن يكون لهن تمثيل. من الرأي المشجع أن أرى الكثير من النساء يتقدمن للمشاركة في المعرض لأعمال متنوعة وترسيخ مكانهن على الخارطة الفنية. الأعمال النسائية الفنية تنوعت بين لوحات ومنحوتات وتركيبات تعكس الإبداع والتجارب الفنية للمرأة، ويهدف هذا المعرض إلى إبراز إسهامات المرأة الفنية وتعزيز حضورها في المعارض العالمية من خلال منصة خاصة لعرض أعمالها، وهي بمثابة النافذة التي تطل من خلالها على العالم، وفرصة للتفكير في موضوعات مرتبطة بالمرأة والفن والمستقبل.